لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت لموته خلق كثير. بقلوب مؤمنة بالله تعالى وراضية بحكمه وقضائه وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى الحبيب العلامة أبو بكر العدلي بن علي المشهور في يوم الأربعاء 28 من ذي الحجة لعام 1443 هجرية. دعينا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحم، يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.